لتشريح وقفت تسأل أبو الشهيد إيه اللي حصل. دخلت في الشهيد على الواحد من التريلر دي مفتوح، راحت ماسكاني هتلاقي الحنجرة بتاعته ما فيهاش حاجة خالص، أدي المريق بتاعه ما فيهوش حاجة خالص. قلت لها بس حضرتك عارفة إنه لو كان مات من نزيف داخلي كويس مش هتقدري تعرفي بالعين المجردة، كويس لازم يبقى في ميكروسكوب ولازم يبقى فيها. قلت لها بس ما أنت عارفة النهاردة الجمعة الدنيا كلها قافلة، مش عايزين اللي حقه، بس حقه هو اللي هيجي. لو المدام مونس في اللي كانت واقفه معايا اللي كانت بتجري بالطعن بتاعه قبل ما يموت، كانت خلاص اليوم اللي مات فيه كانت مداني اسامي المحامين عشان كنت رايح اعمل له توقيع، كان يوم الخميس كنت رايح اعمله يوم السبت، بس ما لحقش يطلع عليه ولا سبت ولا اي حاجه موتوه. الراجل ده هو في شهود على ان هو رجع دم كويس، قالت لي مفيش خالص احنا ما لقيناش دم خالص، بس في حاجه عايزاكي تشوفيها كويس. وراح الراجل مديها برطمان ده لقفتها وقالت لها قالت لي احنا لقينا اللفافه دي في مكانها. زمايله هي اللي لقيتها، بس هو بعد ما مات قعدوا زمايله قعدوا يكسروا في البيبان والغذاء والحوض اللي هو مات، راحوا مقلين المستشفى، بس بعد ساعتين خافوا من الحياه جنب العنبر جوه، احنا جايين زمايله هيقلبوا السجن، راحوا واخدينه مودينه المستشفى السجن. كل خد حقن هناك اللي احنا عارفينه من زمان اللي هو خد حقن هناك. بعد كده ترموا في غسل عيني وقدموا معهد السموم. وقدموا معهد السموم دوت عشان خاطر اللي هم يظبطوا يقول لك اللي هو جاي ميت اللي هو مات بلع لفافه زي خالد سعيد كده بالظبط. كلنا خالد سعيد، كلنا خالد سعيد، وكلنا